الفار الايلاينر كيف عم يشتغل لحاله بلا الوان لانه الوان تيابه قويه وبذات الوقت شوفي كيف الشعر مارون اشتغله يتناسب مع الميك اب اللي انعمل. بس لاينر هيدا بس ايلاينر؟ هيدا بس ايلاينر محدد شكل العين وعطيها سحبه. ملاحظه حجبها قد ايه خفاف اشتغلنا الايلاينر يكون ظاهر اكثر هون. وانا عم شوف كمان موديلات اذا بنلاحظ صاروا الشعر عم بيركز اكثر مارون انه يكون ناتشرال اكثر من ما كان قبل دارج انه يكون هاد صفصف كثير مع فوليوم وشعر يكبر بالعمر. هولي بتحسيهم هيك كيوت اكثر يعني بيتناسبوا مع الادوليسانت مع الاعمار الكا ومع الميدل ايج يعني. نعم هون على الازرق او جري هون شغلين الرينبو ستايل اللي هو من الستايلات الجديده اللي عم نتبعها. في صوره هي ومغمضه هلا بتمرق بنشوف كيف الازرق متدرج ملاحظه من الجري للازرق اوكي وراجع الايلاينر يعني فينا حتى بالالوان حتى لو بدي احط الوان فوق العين ما زال ما احط لون واحد بعطي ديجراداسيون بالالوان التدرج تعطي هيك حياه اكثر. هون احنا عم نشوف هلا مجموعه الصور بس هيك بنفس الوقت تعطينا مودة الخريف والشتاء يعني احنا هلا على البواب ومع الثياب ومع كل الاشياء اللي بدها تتغير شو لازم نستعمل؟ هلا السنه هول الميك ابات هن يعني هلا لخريف ولشتاء اللي جايين عليه. ليه؟ لانه مثل ما كنا بالصيفيه عم نلاحظ انه كانت الالوان كثير طاغيه، السنه مختلفه عن غير سنين، يعني ما بتشوفي بني وباج برمادي، عم بتشوفي الوان السنه، يعني حتى الالوان اللي بالصيفيه تعوديها مكفيه معنا حتى بالشتويه. اوكي. بتلاحظي الالوان صارت اكثر بتفوت حتى بالميك اب. على سيره هذا الميك اب شفته على الفيسبوك عندك وكثير اخذ كومنتات وكثير لايك. فكرته كتير حلوة وهالمسافة بين اللاينر وبين العين اللي كمان موجودة مزبوط. هون إذا بقلك أنه على وجهة طلعت بهيدا الستيل كتير حلو هلأ بتشوفي لها كذا صورة لهيدا الموديل شكل عيونها بيوحي لأنك تخلق شيء جديد وهو ذاته صار يتطبق على كذا ستيل عيون مزبوط. بس عن جد أوقات هيك بيطلعوا معك الأفكار ما بيكونوا ديجا فيو بتعمليهم بتحس أنه رح يطلعوا حلوين فبعملهم هيك دغري بلا ما أفكر شو بحس بعمل فكتير حلو كتير عم يطلبوه هيدا الميك اب. استغربت قد ايه اخذ كتير اخذ سكسي كتير لاحظنا. وهون نحن عم نشوف الصور وعم نشوف موديلات الشعر هيك في حصه كمان للرموش لان انت كتير بتركزي على مساله الرموش وهن جمال تاني الى جانب الحواجب. مزبوط. بدي اذكر بالنسبه للرموش اللي بينحطوا على شهرين لانه كثير بيسالوني عن هيدي التقنيه، اكيد كل اللي عم يعملوها بيعرفوا انه هيك كثير بتتعب الرموش، فكرمال هيك انا مش مع الاشياء اللي بتتعب لك الاشياء الناتشورال اللي الله عطيك اياها، حلو تضيفي بس بذات الوقت تحمي حالك، كرمال هيك انا ما بنصح السيدات يعملوا من الرموش يحطوا من الرموش للي بتضاين اكثر من جمعتين. على جمعتين الرموش العاديات اللي بنحطهم بينوضعوا بطريقه معينه تعطي جمال ذاته واجمل حتى وهيك لما تغسلي بيروحوا او تبرمي رموشك للي هن اصلا بيبقوا حلوين بس مش مبرومين. في تقنيات حكينا عنها بغير حلقات واشتغلناها ومع الصبغ شوي كمان يلي بيعطي للي رموشها شو قرفية تصبغهم تسودهم وقصة برم الرموش حتى للاشخاص اللي بيحطوا ماسكارا ووتر بروف قادرين يبرموا رموشهم بطريقه تضاين لانه كمان في تقنيات جديده نزلت لهول الاشخاص اللي بيحطوا ماسكارا ووتر بروف. نعم هيدا مستعمل الرموش وين فاتح مستعمل الصموف والعين اللي مايل على المارون بيلبقوا على ثياب المارون بذات الوقت بيعطوا حياه للمارون اوكي مع الايلاينر والازرق بقلب العين يعني دخلت لك كذا لون وبذات الوقت بتحسيه ناعم الميك اب. يعني هيدي الموضه السنه فينا نقول الوان عم خلينا احنا كيف عرفنا من مكياجك اليوم نهى اليوم حتى الكحله وعامله شويه استومباج على الناعم عاده تجي بلا كحله فانا الموسم السنه يعني نازل الايلاينر والالوان مظبوط والالوان اي شيء كمان هيك اضافه حابه تخبري عنه نهى من نشاطات من تحضيرات خاصه فيك؟ هلا حاليا عندنا بروجرام عم نحضره ما بدنا نحكي فيه هلا اذا الله راد بوقته بنجي وبنحكي عنه غير صيفيه كتر خير الله هلا شويه رواق بحاجه لها. نعم ولما يصير في عندك شيء جديد اكيد المشاهدين بشوفوك بحلقه جديده من عيون بيروت. نهى معوض بدنا نشكر حضورك وكمان الحمره الخفيفه هي الموضه مثل ما كمان شفناها.